Bij de NMO nu de documentaire Marokko swingt. Een portret van de beroemde Marokkaanse zangeres Najat Attabou. De film... أول مرة كنكتشف بأن عندي صوت، الصوت ديالي يعني جميل وصالح للغناء وهذه في هذه البلاصة هذه. وجلست هنايا في هذا المكان اللي غنوريه لكم بالضبط. الشجرة هي هذه، أنا عاقلة عليها مزيان، عندي تذكار معها كبير بزاف وجميل بزاف. جلست في هذه البلاصة وخديت ستيلو وورقه وكتبت الاغنيه تاعتي الاولى ديال جونيمار. هو الوليد الوليد، هو انا جيت انا جيت انا جيت جونيمار، هو اخ جونيمار قلبي واللي بغاك عمري. هو الوليد الوليد، هو انا جيت انا جيت وانا جيت جونيمار. ومشيت للروضة وعزا ويهلو يا الوليد، هو الوليد الوليد، هو انا جيت انا جيت وانا جيت جونيمار. ما عمر ما كانت عندي ليدي اني نكون شونتيز. كنت متبعة الادب باش نتخرج محامية، ولكن في هذا الجانب هذا كنت كنغني كدا في الحفلات ديال العائلة، في الحفلات المدرسية. واحد المره كانت عندي واحد الصديقه ديالي عرضتني لواحد العرس، مشيت معاها، بقات هي كتقول لي غني هذه غني هذه الاغنيه غني هذه الاغنيه، وهي متفقه مع السيد اللي كان كيسجل المارياج. وخرجوا الكاسيت يعني بدون ما ياخذوا اذن ديالي، يعني بدون ما ناخذ هنا علم بان كاين تسجيل. حتى تفاجات انا بحالي بحال الناس بصوتي في السوق. شريت الكاسيت اون بيرات، يعني ماشي حتى كاسيت مسجله قانونيا ولا هذا، كلها بيراتيه، وتبعت يعني بواحد الشكل غريب.
وبدا الاسم ديالي متداول في المغرب كله، نجات نجات شكون نجات شكون نجات شكون نجات. ولكن انا كنت خايفه لهما يعرفوا باللي انا، فكنت عايشه واحد الخوف يعني ما نقولكش عليه. منين ساقوا الخبر الدار كانت مصيبه، يعني كانت مصيبه بالنسبه لي، يعني كانت يعني مصيبه كبيره. يعني با انا با مرض لان حشم، ويعني جات فضيحه، يعني فضيحه في بالنسبه للعائله فضيحه. والوالده كتبكي، وخوتي ما بغاوش يعني لا ميلود ولا اي واحد، حتى واحد ما بغى. ضربوني، اتفقوا الدراري قالوا احنا غادي نقتلوها. اضطريت اني نهرب من دارنا نمشي للدار البيضاء، ولكن انا عندي 17 سنه اولا، ثانيا ما مولفاش كنخرج، ما مولفاش كنسافر باش تكون عندي فكره يعني ونسافر ما نخافش. ما عارفاش فين نمشي ملي خرجت من دارنا، من هنا من الباب ما عارفاش فين نمشي، غير الدموع وتالفه، وتنقول يا ربي شنو غادي ندير. تقريبا جلست 3 سنين. ربي عوضني اللهم لك الحمد، لان العائله ديالي كلها كتبغيني كلها كتحترمني. غادي نعلمك بالحق، غنعلمك غتعلمك واخا على شي دابا. انا غادي يكون سهل عليكم، غادي نشوفوا شي مورسو من الاغاني ديالي اللي يكون سهل ها ونمرنوا عليه، ومن بعد تغنيوه معايا واخا. ولكن خذوا راحتكم، ما تكونوش يعني، خذوا راحتكم. اللي ما عرفتش حاجه نوريها حتى تعرف. قالولي انا جيت انا جيت انا جيت شو نيمار، واخا شو نيمار قلبي اللي بغاك. قالولي 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 انا جيت انا جيت انا جيت شو نيمار. انا واش درت انا، والله بيك ما سخيت، هاد الفراق جابوا لينا مولانا. لحبيبه واش درت انا، واش درت انا، والله بيك ما سخيت، هاد الفراق جابوا لينا مولانا. يعني كاع الميساج اللي غادي نقولو لامي ديريكت قلتو باش يسمعوه كاع الامهات، ويسمعوه كاع الاباء، باش ما يوقفوش ضد ولادهم في واحد الحاجه اللي هما باغيينها. ماشي مليانه وكتكون واحد